إذا أكلنا لابد وأن نسمي الله تعالى على الأكل، فلماذا نفعل ذلك وما دليل ذلك من الكتاب أو السنة؟ في سنن أبي داود وابن ماجه أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له: إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وفي كتاب ابن السني عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. والله أعلم.